السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بس كنت عايز أتكلم عن اللي حصل امبارح. يعني ربنا يرحم الشهداء وكل من ربنا تقبله أمس في الحادثة بتاعت نيوزيلاند في المسجد. أنا بس ليا كلمة صغيرة جدا. أنا مش قلقان على الناس اللي ماتوا، بإذن الله سبحانه وتعالى هم شهداء وهم نحسبهم شهداء وهم في الجنة بإذن الله تعالى. أنا اللي متضايق منه حالنا إحنا، يعني ظروفنا إحنا كمسلمين، إزاي إحنا بقينا ضعاف جدا وإزاي هانت أنفسنا على نفسنا، يعني على أنفو يعني إحنا هنا على أنفسنا، وإن إحنا زينا زي بقينا في وضع سيء جدا بيستهان بينا كمسلمين و بيتكاثر علينا الأعداء سواء داخليا أو خارجيا. الصعوبة والظروف اللي احنا فيها دي معرفش نهايتها ازاي. كيف للمسلمين ان هم يخرجوا من المأزق والخندق اللي احنا فيه؟ صعب جدا تشوف المنظر ان المسلمين خايفين وبيجروا وما عندناش الجرأة والشجاعة حتى للمواجهة، سواء المواجهة دوليا أو عالميا، ويبقى لينا ثقل ولينا رد فعل، أو حتى كأفراد. يعني كان زمان لما كان المسلم بيخش المعركة كان بيجري ويتسابقوا إلى الجنة، يعني حتى لما كانوا بيخرجوا للجهاد ما كانوش بيخافوا في أرض المعركة. انا ما بطلبش، انا ما ادعيش شجاعة، لاني انا زي بالظبط، ممكن يبقى حالي بالظبط زي المسلمين. انا كنت عايش في استراليا وفي في العيشة، حصل برضو ضرب نار بعض رسومات بتبقى موجودة على المسجد، الجرافيتي وكده. الواحد ما تحطش في موقف ان هو كان حصل ده وانا موجود، بس ما اضمنش رد فعلي ايه. اتمنى ان انا ما اكونش من الناس اللي بيجروا والخوف، لا، ان انت في موقف. اتمنى ان يكون المسلمين اكثر قوة، وان احنا يبقى عندنا قوة الايمان وان احنا ما نخافش. اتمنى ان اللي حصل ده لا يزيدنا الا قوة وصلابة. مش عايز اسمع ان بعض المسلمين خايفين ان هم يروحوا المسجد، او ان هم ده احنا يبقى ايماننا ضعيف جدا لو وصلنا للمرحلة دي. يعني تخيل لو انه حدث زي ده هيقعدنا في البيوت. تخيل لو كان المسلمين ايام الرسول عليه الصلاة والسلام وايام الصحابة وفي الغزوات كانوا قاعدين في البيت، لان هم خايفين ان هم يخرجوا للجهاد وللحروب. الاسلام ده ما كانش عدى حدود دار الارقم ابن الارقم، مش هقولك حتى عدى حدود مكة، ده احنا كان زماننا دلوقتي في خبر كان. فالواحد يتمنى من ينصح نفسه وينصح المسلمين انه لا تخافوا، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. ما بنقولش ان احنا هن هن لا نحسن تمثيل الاسلام وبعزة، وما فيش خشية. قيم شعائر دينك، خليك رسول، خليك داعية للخير بسلوكك وتصرفاتك، وان انت تبقى قوي بدينك. مش عايزين الخنوع والخضوع، وزي ما بقول لك ان احنا كنا بنسارع دايما في تبرير اي حاجة ليس لها علاقة اصلا بالاسلام والصقت بينا او بينا كمسلمين، اللي هو انا احنا نعلم تعاليم ديننا وازاي هو سمح وازاي هو دين سلام، وان هو لم يشرع القتال الا لرد الظلم. لكن علشان احنا بنتبارى دايما في ان احنا بنشجب وان احنا بنحاول دايما نلقي التهم على انفسنا، هو ده اللي جرأ الغرب علينا. اتمنى من الله انه يعني يكشف الغمة، وان هو يعز الاسلام والمسلمين، يعز الاسلام بينا ويعزنا بالاسلام.
وان احنا ما نخافش الا من الله سبحانه وتعالى. هو في الاخر ايه قتلنا ان شاء الله في الجنه. يعني خلي عندك كده ثقه بالله وبدينك وبنفسك وباسلامك. ما تخافش يعني، توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. خليك مثال كويس، عسى الله انه يكشف الغمه باذن الله، وان هو يلم الشمل، وانه يرقب الصدع. وفعلا يعني اللهم انا نشكو اليك ضعف قوتنا وقله حيلتنا وهواننا على الناس طبعا وعلى انفسنا. اللهم انت ربنا، يعني نسالك يا رب ان انت ترفع مقتك وغضبك عنا، وان انت تعيد الاسلام الى مجده باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.